وفوائده الطبيه وشكله بيبقى عامل ازاي وازاي ست البيت تقدر تستفيد منه، كل ده واكتر بس بعد التقرير اللي جاي. اكليل الجبل نبات خشبي معمر دائم. الو. له رائحه تشبه رائحه الصنوبر. ايوه لمي. اوراقه اباريه ضيقه. حبيبتي يصل ارتفاع العشب. بتعملي ايه؟ بقول لك ايه، ما تيجي ننزل نشقر على سياده اللواء ونشوف الست اللي عنده دي، احسن تطلع حراميه ولا تعمل مصيبه كده ولا كده، او نشوفها ونوريها نفسنا. طيب نحط الطرحه عليا وانزلك. يلا سلام. انا هتكلم وافهم منها من غير ما تاخد بالها. انت ما تتكلميش. ماشي، بس انا هتكلم برضو. خلاص اتكلمي. دي حاجة تقل ما بيفتحوش، ربنا يستر. مساء الخير. مساء النور، مين حضراتكم؟ احنا الجيران اللي فوق، انا مدام لامية وهي اختي مدام ليلى. اهلا وسهلا، بس سيادة اللواء نايم يعني. احنا جايين نتعرف عليكي، ما اعتقدش ابدا ان سيادة اللواء هيتضايق يعني. يتضايق ده ايه؟ ده احنا عشرة عمر، هو الحاجة ام وليد كانت اكتر من اخت. الله يرحمها، هي الوحيدة اللي وقفت جنبي في موتة امي ودايما كانت بتسأل عليا. هي ست اصيلة ما بيفوتهاش واجب. اتفضل اتفضل. شكرين. العفو على ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله الناس بتوع زمان دول ما يتعوضوش ابدا. وانتي تقربي ايه بقى للحاجة ام وليد؟ انا ابقى بنت عمة الحاجة. انتي بنت الحاجة فوقية؟ لا انا بنت عفاف. فوقية تبقى بنت عمها التانية، انا بنت عمها لاختها بس مش شقيقة يعني. انا هخش اشوف لكم سيادة اللواء. اتفضلي. معلش هو تعبان بقى، انتوا عارفين فراق الحاجه كان صعب عليه قوي، والبيت من غير ست يعني خراب. عن اذنكم. الله يرحمها. تقولي لي غيري السبحه الحمراء وهاتي سبحه سوداء، شايفه لابسه ايه؟ انا قلت عزا عزا. انا اسفه والله، لقيته نايم مدينه منوم بقى عشان تعبان. طب نستأذن، احنا مش جايين نزعجه يعني، احنا كنا قصدنا نطمن عليه. احنا جيرانك يا حبيبتي، لو احتاجتي اي حاجه خبطي على واحده فينا، ما تتكسفيش. هتلاقي ارقام تليفوناتنا في الاجنده بتاعه الحاج مدام ليلى ومدام لامية، لو عايزتي اي حاجه في اي وقت اتصلي بينا. حاضر، هتصل عليك وهتصل عليك. يعني اتفضلي. اتفضلي اتفضلي. مع السلامة. الله يسلم. مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.